قامت نيفا بتوجيه بيريهان إلى غرفة، أو أرسلتها إلى غرفة مليئة برجالها، أو أرشدتها إلى غرفة يتواجد فيها رجال أورون. أعتقد أننا سنتخلص من بيريهان الآن. وبصرف النظر عن ذلك، حراء تغادر المستشفى. يعد أورون لها مفاجأة سارة للغاية بمجرد مغادرتها. وعندما يعودون إلى المنزل تصبح حراء عاطفية لأنه لم يبق إلا القليل حتى الليل. حان الوقت الآن لكي يتزوج أورون وحراء زوجا حقيقيا. قد لا نتمكن من رؤية ذلك على الشاشة، ولكن أعتقد أننا نستطيع فهمه. دعونا نرى، حراء متحمسة وأتساءل ما هي الأشياء الخرقاء التي ستفعلها. حلقة مثيرة وجميلة تنتظرنا. أنا في انتظار تعليقاتكم أيضا.